هاي لو كل واحد يغازل مرته ويداريها مثل ما أغازلت وأداريت، كان المحاكم عزلت والناس. شركة الفهد للشحن هي عنوان وهمي يعني كفر، بالحقيقة هي مركز لإدارة منظومة فساد كلش كبيرة. طبعا تعتبر واحدة من أهم وأكبر تجمعات المافيا وغسيل الأموال بالبلد. أنا اشتغلت وياهم سنوات كلش طويلة، أعرف أسرار كل هاي الشركة. اضطريت أنه أنا أنهزم خارج العراق لأنه حياتي صارت بخطر. أنا أريد تشاركون هذا البث حتى الناس كلها تشوفه، حتى يعرفون شنو اللي دا يصير وشنو الأسرار والتفاصيل. تهريب، صفقات فساد، غسيل أموال وهواية تفاصيل كلها عندي بالأدلة والوثائق.
عنوان وهمي يعني كبر. بالحقيقة هي مركز لإدارة منظومة فساد كلش كبيرة، طبعا تعتبر واحدة من أهم وأكبر تجمعات المافيا. اهلا حازم، مساء النور. اسف على الازعاج، دا اتصل على استاذ هيثم مدى حصل تليفونه مغلق. سمعت الاخبار الجديده؟ اي دا اشوف اللايف. عموما حازم، هذا الموضوع لازم يخلص باسرع وقت. اكيد طبعا اكيد، بس شلون اوصل للاستاذ هيثم؟ انا راح ابعث لك اللوكيشن على الواتساب واني طالع قدامك، أكيد رح نلقي هناك. لا يا الله، بس لا شافته. ألو، هلا قمر. هلا أحمد، مساء الخير. شنو هاي الرسالة؟ ها؟ يا رسالة؟ ها؟ بالخطأ بالخطأ قمورة. بالخطأ. عبالي تريد تقول لي شيء وغيرت رأيك. لا لا، هاي رسالة دادزها لصديقي، بس يعني أقولش قمر، أنت افتهمتي علي اليوم من شرحت لك المادة؟ عاشت إيدك، خوش فريت الموضوع. ماشي قمورة ماشي، نتشاوف الصبح. باي باي. باي. غبي غبي، حتى بالتليفون ما عرفت تحكي وياها. هاي لو كل واحد يغازل مرته ويداريها مثل ما غازلك واداريت، كان المحاكم عزلت والناس على قولتك. لو كل واحد يغازل ويداري بهالطريقة هذه، كان كنا عزلنا وقعدنا ببيوتنا. ها خيال، جابش لهناج دلاج، شلون عرفت مكان الشقة؟ شنو سويت الكبسة؟ يعني أعتقد وحدة مثلي ما راح يصعب عليها إنه تعرف مكانك وين. عموماً هسه خليك من عندي أنا، تعال شوف مصيبتنا اللي إحنا بيها. وانت شجي وراج غير المصايب، بلا هلق والزايدة هاي. احكي شكو صاير، شي رامي بي، شي انت محتاجة شي؟ لا الحمد لله، رامي كل شيء ما بي، بس انت اللي وضعك مو تمام. بالعكس، اصلا تمام التمام. وينك احلى من العيشه هاي؟ هاي سوي لي كاس وشوف الجماعه شو يشربون، لان الظاهر قعدتهم مطوله. ملف الثاني، طبعا هذا نموذج لغسيل. تفضل. تقدرون تعتبروه واحد من ألف ملف على نفس الشاكلة. الملف يؤكد غسيل أموال غير مشروعة لرجل الأعمال رابح الوردي بالتعاون ويا شركة الفهد. الوثيقة تقول أنهم كلفوا بلوجر حتى تروج العطر، هذا العطر قيمته 600 دولار، كلها سهلة، لكن بقدرة قادر تحولت هذه الشحنة من 100 عطر إلى 100,000 عطر حتى يقدرون يتممون عملية غسيل الأموال براحتهم. الكلب هاي ايش راح يفضها؟ لك هاي قلبت علينا الدنيا، فتحت علينا باب جهنم بهاي الحكايتين. لحد وينك؟ وين كنت؟
وين شلت انت وين؟ بس جيب لي اي تي ما ادري شنو، وانت وجماعتك كل شماغ، لا فهم ولا علم. شنو؟ شفتوا نايمين من نزل هذا الفيديو؟ ها؟ باو شوفني اياهم، رتب لي وياهم خليهم يمسحون هاي اللغوه بسرعه. ما ادري، شوف لي اياها هاي، هاي اريدها. تجيب لي اياها لو بس مهم تنزل اياها القاع. اول ما انفتح الجهاز حددنا موقع بدبي، والشباب دا يحاولون، بس مسح هذا الفيديو كلش صعب لان مسويه سكيورتي كلش عالي. بعدين هذا بث مباشر، اكيد هوايه ناس شافوه وشاركوا البث. يعني شنو؟ جاي لهنا حتى تقول لي هذا الشيء كلش صعب؟ لك شوف لي حل سريع. لك هذا الحكي يحرق الدنيا علي. هيثم، حكي البث 3 ساعات كامله، انت متخيل يعني حجم الفضايح؟ انت متخيل الاسماء اللي انكشفت وانذكرت بي؟ 3 ساعات، 3 ساعات مثل الكلب. سويت لي فيلم سهرة مو بث مباشر. مره طبعا اذا كل واحد محتار بروحه. فريد انا قلت لك شو العيشه هاي؟ ما فيك تتدخل فيني. انا قلت لك لو مربين كلب كان حسب ولا حساب. قلت لك تعا وقف جنبي. انا قلت لك شايف حكيت لك كل شيء لازم ينحكى معك بس انت ما اجيت. ولك انت شو قلتي سيران؟ شو قلتي لي؟ هلا ودانا، انا كلش مشتاق لك. كيف بتروحي لحالك؟ بتروحي تخبريني كيف؟ معلم تروح لكم اكل شيء من المطبخ. يلا هي بقت عليك، انا اهلي ما جاوبوني، انت تجاوبيني. ها موري، شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله زين. ما حد شو اخبارك؟ كل شيء تمام مثل ما وصيتني والله. عفشي ايش ده شوف؟ فيلم اكشن يموت. ها؟ فيلم اكشن يموت. فيلم اكشن. يلا تونس تونس. تمام. طبعا احنا اسفين اذا خربنا عليك السهره، يعني مبين السهرة بعدها بأولها ما بدت، وحرامات يعني القعدة خلصت بسرعة مالتكم. وأني رأيي تروحين تغيرين هذا السيت مالتك رخيص، ولا تنتظرين بعد أي شيء. حازم أنت بس فهمني، يعني الموضوع بعد بيه تبعات قانونية لو شغلة يعني طشة يوم يومين وتفض وتخلص. لا لا، الشغلة مو شغلة طشة، وثائق تسربة والحكي على أسماء ثقيلة، يعني إحنا قدام بركان بأي لحظة ينفجر. نحرق الوثائق والسجلات، أصلاً نحرق الشركة كلها. لا، هاي شغلة الحرق هواي مسويها قبل، ومو كل مرة تسلم الجره. هيثم اني رايي اقول تسافر، وتسافر باسرع وقت لاي مكان، وانت تدير الشغل من خلال التليفون الى ان الله يحلها وتنحل الامور. مستحيل مستحيل خيال. الشغل ويا هاي العالم لازم تكون بنصهم حتى يثقون بيك. انا رايي من رئيسة خيال، سافر وضع مؤقت. انت ما تفتهم؟ دا اقول لك ما ترهم، الفلوس كلها بالداخل، يعني إذا أطلع خارج الحدود دقيقة بعد ما أقدر أرجع وكل شيء يروح. تفتهم شنو يعني كل شيء؟ يعني تعب العمر كله. صار لك ساعة تحكي بالتليفون، ما تقول لي ويا من؟ شو
كنت فاتح بث اشرح للطلاب. تعرفين ابن جدكي، بس استغربت اكو هواي ناس مهتمه بالتصميم، حتى اللايف صعد بسرعه. يا معودي مو اني مت التعب، مو حتى ظهر انكسر ما بي حيل بعاد. حقك والله يمه، بس هانت باشر عقبه اتخرج وعوضك. الله يسهل علي واطلع من الاوائل. والله عيشك احلى عيش. لك انا من دا احكي هيجي انت عبالك دا اشكيلك؟ انت مالك علاقه بكل شيء، انت تلتهي بدراستك وبس. وهذا الخبز من توديه للعالم، قل لهم هاي اخر مره نخبز، ها هي بعد. ومنين نعيش؟ هاي رأسا شلت هم العيشة؟ ربك يدبرها. بما أن حضرتك رفضت فكرة السفر، خلاص لازم تكون مستعد لمواجهة أي أزمة. بدأ أفهم أستاذ حازم شنو قصدك، يعني شنو ممكن بعد يصير؟ يعني مذكرة قبض، تحقيق، مصادرة أموال، تجميد أموال، كل شيء وارد. لأن الناس اللي انذكرت أسماءها بهاي القضية مو سهلة، وبهاي الشغلة بالذات لازم يكون كبش فداء على الأقل قدام الإعلام. احكي لي بالحال بدون مقدمات. أكو حل سحري لكن يراد لإجراء سريع، وما أعرف إذا يعجبك أو لا. هسا حضرتك أنت المدير التنفيذي للشركة وبنفس الوقت مالك للشركة، يعني إذا صار حساب وكتاب راح تتحاسب على الاثنين. لكن إذا حولناك إلى مجرد موظف، يعني مدير تنفيذي وبس وبراتب شهري، ما راح تخسر فلوس ولا تتصادر فلوس ولا أكو خسارات كبيرة. ما افتهمت، وين تريد توصل؟ يعني تحويل ملكية، يعني شكو عقارات سيارات أملاك حتى حساباتك المصرفية تصفرها وتحولها باسم شخص آخر أنت تثق به وبتاريخ سابق. ممكن تفهمني بهدوء؟ يعني أنت راح تصير مجرد موظف وبراتب شهري وبتحويل الملكية، أي شيء يصير يموت وياه. هي صحيح الشغل بالأسود يجيب فلوس زينة لكن يكسر الظهر. على العموم بهاي الحالة أي شيء يصير إحنا راح نماطل وبالقانون. ماشي بالتوكيل اللي يمك، حول كل شيء باسم خيال. ست خيال ما ترام. يعني شنو قصدك استاذ حازم؟ اني مرته، بعدين عمري ما طمعت بيه، وثانيا هو اذا ما يأتمن زوجته على امواله لمن يأتمن؟ ست خيال انت ما فهمتي قصدي. ولا اريد افهم استاذ حازم من فضلك، ما اريد اسمع اي شيء. اني زوجته وفلوسه يعني فلوسي، احنا لي اولى بيها، فلوسي وفلوس ابني. بعدين انا بصراحه مدى افهمك حقيقه، يعني هذا شنو قصدك؟ ممكن توضح لي شنو انت الظاهر دشكك بيه؟ اكو شيء يعني ما اعرفه؟ خيال اقعدي اقعدي خلينا نتفاهم هدوء اهدي. ست خيال عيني، انا قلت ما ترهم لان واضحه بين لعبه وتحايل، مو انت بنت المحكمه وتعرفين كل التفاصيل. بعدين العيون دائما على الاقارب من الدرجه الاولى. وعموما انت همينه لازم شكو باسمك تحوليه باسم شخص اخر لان احتمال يصادر. اي خلص سجلها باسم رامي. ما سوينا شيء، رامي ابنه ومن الدرجة الأولى. لازم شخص تثق بيه ومو من الدرجة الأولى. والله حرام لو تقلب حياتي كلها ما تلقى واحد بخير، لأن عمري ما ثقيت بأحد. سجلها باسم آية شكو بيها. لا يا بلا، على كيفك. جو السكرتيرات يخلص بورقتين ثلاثة، بعدش ما تعرفين.
مو مال مليارات، بس يلا ما دام آية موجودة بيناتنا وسمعت الحكي خلينا نجربها، نسجل هاي الشقة باسم حتى إذا فكت حلقها بكلمة أذبحها هنا بشقتها. فاتن لقيتها، هسه جت ببالي فاتن أحسن وحدة ممكن تساعدنا. فاتن ترهم مو؟ شبيك خيال، من كل عقلش تحجين؟ فاتن هاي وحدة بنت فقر، وينها وين المليارات؟ هسه شو عليك منها بنت فقر ما بنت فقر؟ المهم وحدة نعرفها من عندنا وبينا، نعرف هي وين تروح وين تجي، نندل مكانها قدام عيننا. يعني انت ضامنتها؟ أكثر مما أنت ضامن سكرتيراتك. هيثم يعني والله إحنا رايحين من الصباحيات على المرة، ماكو داعي هالإزعاج. ست خيال ما عندنا وقت، الموضوع خطير، هسا الدقيقة تفرق. يلا هسا هي خدامتك، شكو وراها؟ يعني أنت تتصور توافق؟ ليش أكو احتمال ترفض؟ ما أعرف. نرضيها، على قولتك كل شيء يمشي بالفلوس. صباح الخير. هلا وخالة، صباح النور. ماما قاعدة نايمة. اي قاعدة خالة. خير خالة، صاير شي؟ لا ماكو شي، بس اني عندي شغلة لازم اوصيها عليها قبل لا اروح للدوام. ماشي خالة ماشي. بالسلامة. ايه الله يعافيك. لحظة لحظة استاذ، لا تنزل انت، اصبر شوي. حطي يا رامي، ما اعرف ايش بيه، كلش مقهوره علي اني. يعني اذا هو ودانه كل ربع ساعه متعاركين. خطي ليش هيك حرجتي للبنيه؟ يا بترى ما قلت شيء. بعدين البارحه حلو اللايف مالتك احمد. رخصتكم حبايب. يلا خلاني هم اروح اشوف دانه. تمام، بس رضيها من يمش، ترى ما بيها لصلح واعتذارات. تمام. ما سمعت شيء عن الولد؟ يعني ما اعترفوا على حد؟ وانش مدريني قبل ما اخذيني وياهم لا تصير تافه. لك لا، بس صباح ما قدرت انام من الخوف. شفت شلون حظ فقور، كان بيها خوش استفاده. جايات اكثر، المهم عدت سلامات. هسه شنو؟ منين ندبر؟ جفاف للاخير، كل شيء ماكو. لا بداعتي، شوفينا منا منا، حوايبك هوايه حتى لو اغلى. يا معود كلها تخاف، العيون مفتوحه علينا هالايام. اي هاي زينه، حتى نعرف نشتغل. احنا طلاب ما علينا عين، شوف ايش حالاتنا. تذكرت اكو واحد يوزع كميات وظهره قوي. بس شنو، ترى يلزم سعر غالي، فد شويه راح امر له بلكي احصل منه شيء. اي لك اي هيك اريدك عافيه.
اي رامي احكي لي شنو ايش بيك انت ودانا؟ لا حمودي ماكو شيء بس شويه مالي خلق. اهو هسه لازم استحي منك واعوفك واروح. لك بابا احكي لي شنو وضعك ما عجب؟ احمد انا كلش تعبان. مخنوق كلش. من شنو؟ من كل شيء. المشاكل اللي تصير بالبيت من امي وابوي. كل يوم مشكلة، كل يوم مشكلة، كل يوم مشكلة. تعبت. تخيل اني داحس نفسي انه انا الخيط اللي لازم هاي العلاقة كلها. اللي على اي لحظة ينقطع. ليش تحكي هيك؟ شنو؟ صاير شيء؟ احمد، انت شفت ابوك صح؟ لا ما واعي علي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا اثنين ويمي واحس نفسي يتيم. عايش حياتي وحدي. كل شيء وحدي. اكل وحدي، اجوع وحدي، انقهر وحدي. اصير مدمن وحدي، اموت وحدي. ما حد بحالي. ولك لا تبالغ وتسوي دراما كلش. شنو وحدي؟ غير انا اخوك. يلا لا تكبر المواضيع وتطيح كورة من حجم. يلا قوم. قوم. يلا امشي. يا هلا ومية هلا، زارتنا البركة، خل اسوي لكم ريوق. لا حبيبتي تعالي ارتاحي للتعبين نفسك. هو يا ابو رامي ترى المكان نظيف، اخذ راحتك. اي واضح. عيني ام احمد، ترى احنا جايين عليك لان ابو رامي محتاجك بشغله. اي يؤمر امر. قول. خير ان شاء الله. شوف عين ام احمد. العفو اذا تسمح لي. انا افهمك شنو الموضوع. العفو اقدر اسالك بشيء؟ وليد وين؟ ساكا وليدي صفت من العاب جديدة. ماشي شكرا. عفو. هلو توتي. هلو برو شلونك؟ وين مختفي؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اريد لعبة صغيرة. المحل كله قدامك. شي على ذوقك. كم غرام؟ بس فلوس انا قلت جاهزاتي معود. تمام. ام احمد ايش قلتي؟
فاتن حبيبتي، هذه ترى خدمة العمر بالنسبة لي. انت تعرفين يعني تعب السنين كله ممكن يروح بلحظة. راح نبقى صافين هواية؟ ما عندنا وقت، فضيها. لا 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 عفية، ما أقدر ما أقدر، عذروني. لا هاي سالفة كبيرة، أنا عمري كله ماشية يم الحيطاني وابني. لا صدق كذب يعني، لا خلوني هيجي، سالفتكم كبيرة، ما أقدر. شوفوا غيري، غيري شوفوا. بت الأوادم، نشف طريقنا وهسه جاي تقولي لا؟ لك بابا، شغلة بسيطة وبيها فائدة إلك ولابنك. شكلك نسيت، أنت خونتني على مبلغ بسيط وهسه جاي تريد تشيلني الحمل كله؟ لا عيني لا، سالفتكم بيها مليون طلابة. لا عيني، وأني أنا ما عندي أحد، أنا مرة وحدانية وأخاف. لا لا ما عندي أحد أنا. أم أحمد عيني، لا تطوليها ولا تعرضيها، الشغلة كلش بسيطة، كم توقيع وبصمة والأمور ترجع بعدين بشكل طبيعي، ماكو شيء، ما بيها أي خطورة. شنو جاهلة أني ودا تقنع بي؟ أنت شفت الفيديو مال البارحة هاي نزلتها البنية؟ فضحت الدنيا كلها، انقلبت الدنيا عليكم. لا عيني لا، أني خلوني هيك، الحمد لله والشكر الله ساتر علي. لا فاتن حبيبتي، إحنا محتاجيش كل شوي أنا توقفين، يعني أني ما عندي أحد أثق بيه. ليش انتي اختي؟ انتي صدق تحشين؟ شوفي فاتن، اسمعيني زين حتى نختصر. طلعي تفكير الخدامه والخبازه اللي براسك وفكري صح. شباب الفرصه تجي مره واحده بالعمر. وانا طول عمري اقول كل شيء بالفلوس ينحل. احكي لي طلباتك. فاتن انتي تعرفين كل زين ابو رامي احيانا يخون التعبير ويعني وما يعرف شلون يرتب الكلام، بس اني رايي واللي اقوله انه هاي فرصه، فرصه انه انتي عند غيرين وتحسنين من وضعك ووضع ابنك، تضمنين مستقبله، شكو بيها. فقولي طلباتك شنو، وبالنتيجه يعني ما راح يكون واحد خسران. هذا الحكي المضبوط، احسبيها صح واعتبريها مغامرة ضمنين بيها مستقبلك ومستقبل ابنك. ايش قلتي؟ موافقة، بس تضمن لي مستقبل حمودي. هو وين صاف لي معادي؟ افتهمتي لو أعيد؟ لا وياك فهمت، صارت واضحة المادة، ما يراد لها شيء، ترى كلش بسيطة. مدام انت شرحتها صارت كلش سهلة. يلا خليني اقوم. احمد اقعد اردحت وياك. قمورة قبل ما تحكين شيء انا فاهمك والله، مفتي ومقدر هاي النظرات، بس أنا ما أريد لا أتعبك ولا أتعب روحي. ليش هيك تقول أحمد؟ قمورة تدرين؟ أنت أحسن وحدة بالدنيا، بس أي وبعدين؟ بس شنو؟ قمورة أنتوا عايشين بفضل الله، وإحنا هم زين نتسمى عايشين. ليش هيك تفكر أحمد؟ ليش ايش تحكي؟ احمد الطارق واحد واحسن واحد بهذا المحد. بعدين احمد انت قدامك مستقبل يخبض. احمد ليش كل ما تقدم لك انا خطوه تبتعد عني انت؟ يمكن صحيح، بس ما تتخيلين قمر، انا صار ساعه قاعد يمك واشرح لك الماده وضم حذائي المشقوق جوا الكرسي بس حتى ما تشوفي.
تدرين قمر؟ هسه إذا انحرج وعزمش على غدا لازم أرجع البيت مشي. قمر أنا أقول خلينا أصدقاء وحلوين هيك أحسن. بس ها أي شيء تحتاجيه بالمادة أنا موجود، متفقين؟ يلا خليكم. سوي حسابي لأحمد وخلي له 10 شدات بحسابه. هسه تمام؟ يلا فضينا ماكو وقت. تمام. أستاذ لازم نمشي الإجراءات بسرعة قبل ما تغير رأيه. أنت مو عندك وكالة عامة، بلش. الوكالة ما تفيد. ما نريد نفتح العيون علينا وندخل بسين وجيم. شو أسوي؟ فهمني. ما عليك، تبقى هنا وأنا أتفاهم ويا كاتب العدل، أجيبه هنا وأنت بس توقع وتبصم. أبقى هنا شنو؟ إي طبعاً هيثم، أنا رأيي تبقى هنا، على الأقل نأمن عليك. البيت بيتك عيني أبو رامي.
مثل الحلم حبنا وشي خيال. عدت الأيام بينا وبلا ما ندري بقينا، ما كل الحب بحجينا أي مجال. نتفارق فجأة بلا موعد، جنا نقرب والحب يبعد. نتفارق فجأة بلا موعد، جنا نقرب والحب يبعد. كل واحد من عدنا تغير، والله تغير.